الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا دلوقتي. وطي صوتك، اللي جابني هو اللي جابك يا حلوه، هي دي كلمه الشرف؟ بلا كلمه شرف بلا كلمه قرف. بقول لك ايه، انت تاخد بعضك وتمشي عشان اكمل اللي بعمله. يا سلام، بقول لك ايه، انا مش ماشي من هنا غير والورق معايا. يا غبي، ما ينفعش تاخد الورق معاك، الراجل هياخد باله وهيبلغ الحكومه وهيقلب علينا الدنيا، لكن انا بقى ليا صرفه تانية. صرفه ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هصوره. ليه واحنا بين الصلاه جايه تصوري ورق؟ جايبه الموبايل بتاعي هصور بيه الفايل. بنت اللذينه، حلوه الفكره، تصوري بالموبايل فكده ما ياخدش باله ان الورق اتسرق. طب هو ان شاء الله هيخليك تطلعي الموبايل وتصوري الورق عادي كده؟ انا عامله حسابي، اديت له دواء تحت يمشي له بطنه عشان يقعد في الحمام اطول فتره ممكنه، وكمان معايا منوم علشان لو الدواء الاولاني ما جابش نتيجه المنوم يخمده خالص. اه، طب انا بقى ان شاء الله ايه اللي يضمن لي ان انت بعد ما تصوري الورق ما تخلعيش وتعملي العمليه لوحدك؟ بقول لك ايه، ما انا ممكن برضو اقول لك انا ايه اللي يضمن لي ان انت وكريم ما تتحدوش مع بعض وتعملوا العمليه لوحدكم. هو الصراحه ما فيش ضمان. اديني يا ميرو. طيب هو انت طالب حاجه من روم سيرفيس يا شقي؟ لا انا ما بطلبش حاجه، بس لو هما اقول لهم انا عايز انتنات. حاضر يا حبيبي، هقول لهم على كل البال. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دي كلمه الشرف يا صيع. خش يا سعاد. اخش فين؟ انا شايفه حاجه. وطوا صوتكم والنبي الله يخليكم. من جه يا كريم؟ لا بقول لك ايه، انا متفقه معاك، الليله دي بتاعتي لوحدي، انا واخده الليله دي تحدي عشان اثبت لنفسي اني رجعت السوق تاني. لا ما ترجعيش، اقصد ما تقلقيش يا سعاد، انت راجعه السوق وبقوه كمان. قول لهم لو ما لقيوش انتنال يجيبوا بطاطس مهروسه او قهوه بليمون، اي حاجه تمسك. ايه ده، عندكم حد مريض؟ لا انا بلقط عدوى بسرعه.